بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا أنه علم على يوم القيامة وما فيه من البعث والنشور والحساب والميزان والصراط وما قبله من الموت وعذاب البرزخ أو حياة البرزخ وأشراط الساعة وما بعده أيضا من الجنة والنار. وتكلمنا عن أشراط الساعة الصغرى، ثم بدأنا في الكلام عن أشراط الساعة الكبرى، فتكلمنا عن المهدي وعن خروج الدجال وعن نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونحن عند العلامة الرابعة من العلامات الكبرى لقيام الساعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج. ودل على هذه العلامة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهم يعني بشر من البشر، يعني من سلالة من أولاد يعني نوح عليه السلام، وما فيش أدلة أنهم يعني ضخام، أو ولكن يعني هم بعدات كثيرة جدا. وأيضا الأمور الغيبية نحن نقف حيث أوقفنا الشرع، فبحسب المعلومات التي وردت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة نقف عندها. ولكن أن نخمن فنقول هم يعني في القوقاز مثلا في أوروبا، أو هم في جنوب شرق آسيا، فهذا من الظن، والظن لا يغني من الحق شيء. كما قال أن المسيح الدجال أيضا محبوس في مثلث برمودا في المحيط الهادي، فهذا أيضا لا دليل عليه. فدل الكتاب والسنة على وجود يأجوج ومأجوج، وأن خروجهم يعني على البشر وعلى المسلمين يعني علامة من العلامات الكبرى ليوم القيامة. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. وقل اللي بيظهر الأول المهدي، والصلاة تقام للمهدي، ثم بعد ذلك المسيح الدجال، وما بينزل عيسى عليه السلام بتبقى نهاية المسيح الدجال. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولكنه لا يتركه حتى يرميه بحربته ويريهم دمه في حربته. فيدل على أن كما قلنا المهدي أولا، ثم عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك ظهور، ثم بعد المهدي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى، ونزول عيسى بداية نهاية الدجال، ثم بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحيي عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور.
وجبل الطور في سيناء، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمرون يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، كل المياه في البحيرة يشربونها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه البحيرة ماء. وده يدل على إيه؟ كثرة العدد، يعني أعداد كثيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ما يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1999، يعني كل 1000 واحد في 1000 يدخل الجنة، 999 يدخل النار. فحتى يخفف على المسلمين يعني شدة هذا الحديث، فقال يعني فيهم يأجوج ومأجوج، وما كانوا فيه يعني أمة إلا كثروها، يعني عددهم كثيرة جدا. وروى الجماعة يقول ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار العملة الذهبية. وروى الجماعة إلا أبا داود من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طبعا في قصة ذي القرنين لما بلغ يعني مشرق الأرض وجد يعني أناس لا يكادون يفقهون قولا من شدة بداءتهم وقلة يعني علمهم، فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني نجمع لك مال ونعطيك مال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أن هو يقوم يعني بهذا العمل، يعني خوفا من يأجوج ومأجوج ومن إفسادهم. فقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني بزبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين يعني بين الجبلين جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه ثم يعدوا من فوق يعني هذا السد، وما استطاعوا له نقبة، مش قادرين يمروا من فوقه ولا ينقبوا هذا السد، فهم يحاولون يعني كل يوم يخرجون يحاولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج يوما يعني فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني كان الحلقة يعني بين الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، خبث اللي هو الشوائب والرعاع وأهل المعاصي، لأن البلاء يعني ما بينزل بيعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمع كثرة الخبث الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر فيوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعقاب منه. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه من ولد يافث ابن نوح، كانوا 3 سام وحام ويافث، فيافث ابن نوح أولاده يأجوج ومأجوج. أما عن إهلاكهم فقد روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. نلاحظ أن في الزمن ده ما فيش ذكر للمسيح المهدي المنتظر، يعني يقولون هو بيحكم يعني فترة ثم يموت ثم يلي مكانه عيسى بن مريم، ويكون طبعا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، وكونه يضع الجزية أي لا يقبل الجزية ليس من شرعه ولكن من شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن قبول الجزية من اليهود والنصارى مؤقتة بنزول عيسى عليه السلام. فإذا نزل عيسى أقام الحجة يعني عليهم، فلا تبقى عندهم شبهة فلا تقبل منهم الجزية، لابد إما الإسلام وإما القتل. فهذا ليس يعني ليست شريعة عيسى هي الناسخ، لأن شريعته أصلا منسوخ، والله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي فيجب عليه أن يتبعه وأن يترك ما عنده لما عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر يعني ورقة من التوراة
فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء؟ والله لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني نفس عيسى من أولى عزم من الرسل وصاحب يعني أعظم أمة بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو كان حيا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا ترك شريعته لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت، البخت إبل خرسانية، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا، يعني طبعا جيفهم ونتنهم، الله عز وجل أيضا يطهر الأرض ويغسلها من نتنهم، ثم يرسل الله مطرا لا يكن معه بيت مضر ولا وبر. مضر بيت الحجارة، والوبر بيت الشعر في البدو، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. طبعا مع ظهور البركة وحكم الشرع وهلاك الدجال قبل ذلك وهلاك يأجوج ومأجوج، تبدأ الأرض تخرج بركتها. ثم قال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. الرمانة اللي هو الكيلو بيعمل له كام رمانة، عصابة مجموعة من الناس يأكلون رمانة واحدة، ويستظلون بقحفتها يجعلونها شمسية من ظهور البركة. ويبارك في الرسل اللي هو اللبن، حتى إن اللقع اللي هي الناقة ذات اللبن لتكفي القبيلة من الناس، يعني الناقة الواحدة تسقي قبيلة من الناس، واللقع من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم أي عيسى بن مريم وأصحابه كذلك، أي في ذلك العيش الرغد، وقد هلك عدوهم هم يأجوج ومأجوج، وهلك قبل ذلك المسيح الدجال، إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتأخذ روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فبعد هلاك يأجوج ومأجوج فيعيش الناس في رغد وفي بركة التحاكم إلى الشرع، والأرض تخرج يعني بركتها. وفي بعض الروايات أن يصير عنقود العنب وقر بعير، يعني حمل بعير عنقود واحد من العنب. فبينما هم كذلك في هذا العيش الرغد، إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وهذه الرحلة المرادة يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء يعني راية أهل السنة والجماعة منشورة مرفوعة، يقلون أو يكثرون ولكن لابد أن تبقى هذه الراية مرفوعة، ويوفق الله عز وجل علماء السنة ودعاة السنة وأهل السنة من يحمل الراية بعدهم، حتى تأتي هذه الريح الطيبة من جهة الشمال فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فتقبض روح كل مسلم وكل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إشارة إلى قرب يعني يأجوج ومأجوج من إيه؟ من قيام الساعة. أيضا من العلامات الكبرى، يعني كل العلامات اللي مضت علامات أرضية يعني على الأرض، ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، كل هذه علامات أرضية. في علامة سماوية وعلامة أرضية يرتبط بعضهم ببعض، إذا وقعت إحداهما الأخرى على إثرها، ولكن الظاهر أنه هو طلوع الشمس من مغربها أولا ثم خروج دبة الأرض، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها بيغلق باب التوبة. فهذه الآية التي قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني كانش مؤمن يعني قبل ظهور هذه الآية لا ينفعه الإيمان بعد ظهورها لأن يغلق باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فمناسب يعني بعد أن يغلق باب التوبة ويتميز الناس يعني إلى من كان مؤمنا قبل هذه الآية ومن لم يكن مؤمنا، يتميز الناس وتخرج الدبة
دابة من الأرض تسم المؤمن على أنه مؤمن والكافر على أنه كافر. فالمؤمن يقول خذ يا كافر والكافر يقول خذ يا مؤمن، يتميز الناس وأغلق باب التوبة. ما يمكن لأحد وسم إن أنه كافر أن يصير يعني مؤمنا، لأن فات يعني الاستدراك التوبة والإيمان بغلق باب التوبة. أيضا يغلق باب التوبة على كل إنسان عند الحشرجة كما قال تعالى: وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى بين من يتوب يعني عند موته عند الحشرجة وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأكثر المسلمين يتوبون عند الغرارة عند غلق باب التوبة. وفرعون لما عاين ولما وصل إلى الحشرجة قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فما قبل منه، فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنحن مع هذه الآية السماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، بداية اختلال النظام الكوني. الناس يفاجئوا بالشمس بدل ما تشرق يعني من المشرق تشرق من المغرب، لذلك مشرقان ومغربان. قال السفرني: أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك فينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من مغربها. وقد خبط بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة ولبط ولم يهتد لمقصودها الذي عليه المحط. وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة أن من لم يكن إيمانه متحققا إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الإيمان ولم ينفعه فعل بر من جميع الأعمال، لأنه فقد الإيمان الذي هو الأساس لما عداه من تلك الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. آية يعني لما يرون الشمس خرج من المغرب الناس تبادر بالتوبة، زي اللي بيجي عند الحشرجة يبادر بالتوبة، أحس بالموت وأنه مقبل على الله عز وجل يبادر بالتوبة، ولكن يبادر بالتوبة عند غلق باب التوبة. أيضا يعني بادر الناس أجمعون بالتوبة، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. والراجح أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وتبعه السخاوي هو تلميذه: والحكمة في ذلك أن بطلوعها يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. فخروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وعن أبي هريرة مرفوعا أي منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، طبعا مع استيفاء بقية الشروط يعني. ما أما خروج الدابة فهو ثابت أيضا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه أيضا معجزة، وآية تخرج دابة من الأرض تكلم الناس، دابة يعني زي جمل أو بهيمة أو يكلم الناس ويقنع الناس ويتسم المؤمن أنه مؤمن والكافر أنه كافر. فهذه أيضا قريبة من من الساعة، وهي بعد طلوع الشمس من مغربها كما بينا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وطبعا من الآيات العلوية الجمع بين ذلك وبين ظهور المهدي ونزول عيسى والدجال والياجوج ومأجوج. فإن أول آيات خروجا يعني من الآيات العلوية طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا منها.
يعني كأن العلامتين دول متلازمتين قريبتين من بعض، ولكن من حيث النظر يعني بيقدمون الايه طلوع الشمس المغربها على خروج دابة الأرض. إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. هذا الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. خروج النار من قعر عدن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. والمقصود أنها أول العلامات التي لا يعقبها شيء من أشياء الدنيا، أنها بتطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، توصلهم من قعر عدن لحد أرض المحشر في فلسطين. والمقصود أنها أول علامات التي لا يعقبها شيء من أشياء الدنيا، ويقع بانتهائها النفخ في الصور. قال ابن كثير: إن أول آيات التي ليست مألوفة، وإن الدجال أما أول أشراط الساعة التي ليست مألوفة، ويقول: وإن كان الدجال ونزول عيسى بن مريم قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثلهم مألوفة. فإن خروج الدب على شكل عجيب مألوف، على شكل غريب يعني، فإن خروج الدب على شكل غريب مألوف ومخاطبتها الناس واسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول آيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. فدي آخر الآيات اللي هي خروج نار من قعر عدن، يعني تسوق الناس يعني إلى يعني محشرهم يعني في فلسطين، ثم بعد ذلك يعني البعث والحساب والميزان والصراط. هنكتفي بهذا القدر حتى نكمل ترجمة الصحابي الزبير بن عوام.